فمستمرين بالترنر دايجرام، وتلاحظ قلنا الرؤوس هنا بهذه المناطق الثلاثة هي بسيدو كومبوننت، كومبوننت مختلفة. ولاحظنا ايضا انه هنا بهاي الكومبوننت نعطينا للسي 1 74 او 75 تقريبا، في حين هنا هذا السي 1 100% فهنا 80. فبالتاكيد السي 1 هنا تكون قيمتها اعلى من الحالة أو القيمة اللي مذكورة. بالنسبة للمكونات C2 إلى C6، بما أنه هذه هنا تكون، هذه هنا تقريبا تكون هنا الواي تكون حوالي 90%، فال C2 إلى C6 خلينا نشوف ايش قاعد تصير. هاي 80 60 80 60 40 20 تصير حوالي من C2 إلى C4 تكون حوالي 10 تقريبا، 10 من C2 إلى C4، وهنا نبيها زيادة على حساب من C2 إلى C6 العفو، تكون بها زيادة بسبب هذا الخطأ اللي صار هنا بالC10 أو C7 بلس العفو. خلينا نشوف ايش قد يصير C7 بلس هنا. جيد تكون القيمة مالته هنا، القيمة قليلة جدا هنا C10 ما يكون صفر، أكثر من صفر يعني فوق الصفر بشوية هنا، فوق الصفر بشوية تقريبا تكون القيمة مالته 1%. بالعموم من نستخرج القيم مال C2 إلى C6 من نستخرجها هنا بدقة ونجمعها ويا C1 فتلقائيا راح نحصل القيمة مال C7 بلس. لاحظ هنا الترنري دايجرام اخر متكون من الكومبوننت الاولى اللي سويناها اللي كانت هي C1 وC4 وC10، كل وحده من عندهم من هذول من هاي الرؤوس الثلاثه تلاحظ هي 100% مول فراكشن للC1 و100% مول فراكشن للC4 و100% ايضا مول فراكشن لل C10. لاحظ بزياده الضغط، بزيادة الضغط لاحظ منطقة التو فيس ريجن شلون قلت، صغرت منطقة التو فيس ريجن صغرت، لكن من قل الضغط اتسعت منطقة الامتزاجية، يعني التو فيس ريجن اتسعت المنطقة اللي ما فيها امتزاجية، التو فيس ريجن كبر على حساب البقية من على حساب الامتزاجية. فبزيادة الضغط اني حصل امتزاجية أعلى. فهنا يبقى العامل الأخير المتحكم بكل هذه العملية هي الكوست. The two face envelope are shown at two different pressures. The two face region shrink as the pressure increase، وهذا واضح تقلص بزيادة الضغط. قلنا هذا هو PT diagram عند ضغط وحرارة ثابتة، لكن يوصف لي سيدو كومبوننت يعني أكثر من كومبوننت واحد. أوكي FCM process، the simplest FCM processes would be the one in which FCM fluid is injected continuously to displace oil. Such a process will technically work but money losing venture. يعني انا ما يصير انا عندي، ما يصير عندي عمليه الحقن متصله لماده الاف سي ام، لان هاي راح تكون عمليه مكلفه. The cost of FCM fluid is so high that one can only afford to inject a small slug. اذا لازم انا احقن عمليه small slug. The slug is then displaced miscibly with less expensive driver fluid، وهي متفقين عليها، يعني انه نحقن سلاج من ماده اف سي ام اللي هي مثلا تكون ال بي جي، وبعدين افوح الباقي من المكمن
باللينغاس وبعدين بالدرايف ووتر. طبعا هذه عمليات حتى هذه العمليات لازم واحد من يخطط لها يخطط يشوف بنظر الاعتبار هذه العمليات مفيدة، لأن من إذا أنت بادي بسكندري ريكفر يعني حاقن مي، المي راح يقطع لك النفط، راح يقطع بالمكمن، يحصر يسوي أجزاء متقطعة. فمن تبدي تيرشري ريكفري من تحقن الاف سي ام حتى تسوي ميسبل ديسبليسمنت، عمليات الميسبل دائما تعتبر ضمن عمليات التيرشري ريكفري الاستحصال الثالثي، يعني عمليات الاف سي ام والام سي ام وحتى الميسبل اي ميسبل ديسبليسمنت او سيرفكتنت او الماده المواد الاخرى اللي يعني مثلا البيولوجيكال انجك يعني العمليات الحقن الإحيائية أو موجات الميكروويف أو الانسيتو كومباستشن أو عمليات حقن الحرارة، هذه كلها تعتبر عمليات ثالثية. فقط حقن الماء وحقن الغاز الامسيبل غاز ووتر فلودينج هذه يعتبر سكندري، أي عمليات غير هذه تعتبر تيرشري. فأنا من أجي هنا أنا أحقن LPG أو أحقن المواد الصابونية اللي هي سيرفكتنت، من أجي أحقنها طبعا إذا أنا عندي عمليات غمر مائي سابقا، فهذه المواد ما راح تكون على اتصال مباشر مع النفط، راح نحتاج اول مره تزيح لي هذا الماء الى ان توصل المواد اللي انا حاقنها توصل تصير على اتصال مع النفط هذا المتقطع اللي يتقطع قطع الماء وتجمع لي هذا النفط مره اخرى وتشكل لي اويل بانك مفيد. ف يعني الخبره والكفاءه بتصميم بالديزاين مع عمليه التيرشري ريكفري لها تأثير كبير على تأثر كبير إذا كان أكو عمليات سكندري. فهنا لازم الواحد يعرف إيش قد راح يحصل، يكون الموديل المكمني هو الأهم بهاي العملية حتى نعرف إيش قد راح نحصل من الووتر فلودينج وإيش قد نحصل من عمليات التيرشري ريكفر. Note that this drive fluid is miscible with FCM slug but not miscible with the oil at reservoir condition. This concept illustrated in figure 13. On ternary diagram, the first contact miscibility can be inferred if the line joining two points that are represent the composition of two fluids stays in a single phase region. لاحظ وياي هذا ميثين بالاتموسفيريك كونديشن، هذا نفس الميثين بالألفين بي اس اي و150 درجه فهرنهايت، هذا الاويل اويل نا امسيبل تو فيس ميكستشر اوف ميثين غاز اند اويل ليكويد ات تيبيكال ريزرفور كونديشن. بالريزرفور كونديشن ما صار بيناتهم امتزاج، ظلوا امسيبل. لاحظ هنا هذا بروبين غاز اخذنا للريزرفور كونديشن اللي هو 2150 صار ليكويد ويا الاويل صار ميكستشر. فهنا ميسيبيليتي اوف بروبين اور ال بي جي ليكويد اند اويل ليكويد ات ريزرفور تمبرتشر اند بريشر كونديشن. هير بروبين اور ال بي جي ليكويد از ا ليكويد ان ذا بريزنس اوف ليكويد. يعني هنا في الاتموسفيريك كونديشن كان انا عندي بروبين لكن بالريزرفور كونديشن تحول لي الى ليكويد، وبما ان هم اثنينهم هيدروكربون وهذا تحول لي بالريزرفور كونديشن الى ليكويد، اذا صارت عمليه الميسيبيليتي. نانا ميثين غاز نانا ميثين غاز ريزرفور كونديشن، انا عندي البروبين نانا البروبين ليكويد ريزرفور كونديشن صار بيناتهم امتزاج، بس سوى هنا سوالي غاز صاروا غاز. ميسيبيليتي اوف ميثين اند بروبين اور ال بي جي ليكويد ات ريزرفور تمبرتشر اند بريشر كونديشن. هير ذا بروبين ال بي جي از ا غاز ان ذا بريزنس اوف غاز ابوف كريتيكال بوينت. يعني هنا صارت الامتزاجية gas miscibility
نا liquid miscibility. هنا كان البروبين والأويل متقاربين بالكومبوزيشن مالته، فبالريزرفوار كونديشن المسيبلتي يعني ديفلوبت بسرعه بيناته. بعكس هنا كان الغاز والسي 1 وال خلينا نقول سي 7 بلس او الليكويدز اويل خلينا نقول، كانت التركيب مالتهم مختلف فما حصل الامتزاج بيناتهم، فنحتاج ماده بالنص بيناتهم. صحيح هذا رخيص، نحتاج ماده بالنص حتى تحصل الامتزاجيه ومن ثم احقن اللين غاز.